طبعا اليوم فرحانه بزاف بهذا الحفل اكثر من رائع. الموسم طنطان لدورته 15، تبارك الله عليهم. شكرا لكل المنظمين اللي اختاروا دنيا بطمة انها تكون ختام هذا او من ضمن النجوم اللي متواجدين بمهرجان طنطان. فرحت اليوم بالتفاعل الكبير ديال جمهور طنطان، بحماسهم، بحبهم لكاع الاغاني اللي غنيت، ولدنيا بطمة كنقول لهم شكرا على حضوركم، وعمرني غادي ننسى هذا النهار لانه عنده واحد البصمه وطابع خاص. مدينه طنطان كانت مدينه غزاله، مدينه فريمون ناسها كرامه وطيبين، وبزاف عجبتني صراحه. الله كاين عمل ان شاء الله، غادي يكون بعيد العرش المجيد ان شاء الله. هذه لسيدنا الله ينصرو، وهذه كذلك للشعب المغربي وخاصه المنطقه الصحراويه وجوهره الصحراء الداخله. غادي يكون ان شاء الله عمل من انتاج الاستاذ محمد بوصفيحه، وعمل رائع من كلمات الاستاذ نبيل جاه، وتوزيع والحان محمد شرابي. وكنبغي نشكر كذلك الاخت حنان الوردي، عمل رائع ان شاء الله ينزل ونال استحسان ناس الصحراء وناس الداخل ان شاء الله.